وطبعا التغيرات المناخية العنيفة دي موجودة مثلا بقوة في أماكن مختلفة، وفي مثلا عندك مثلا قنوات أجنبية زي CNN الموضوع التغيرات المناخية ده قلب الدنيا عندها بقالهم كذا يوم، وانتوا عارفين CNN يعني معروفة على مستوى العالم، متخصصين قوي في موضوع الطقس ده، يعني بيقعدوا يشتغلوا عليه لأنه بشكل عام أمريكا وأوروبا الطقس عندهم متقلب ومتغير فطول الوقت بيتكلموا عنه. العالم كله كمان قلقان ويعني عنده ترقب كده ايه اللي بيحصل في الدول الصناعيه الكبيره اللي مسؤوله، وانباء عن تاثر طبقه الاوزون. احنا مثلا وقت كورونا قلنا يعني كنا بنسمع مثلا انه الحمد لله من كتر ما الناس كانت قاعده في البيوت فحصل ايه بقى، الدنيا هديت والناس هديت كده والعدد حتى الانتاج في المصانع قل، فبالتالي طبقة الأوزون تحسنت، وكنا كمان ناس كانت بتلاحظ بالعين المجردة الصفاء اللي كان موجود في الجو. فإذا إحنا البشر علينا دور كبير جدا، إحنا بنأثر كمان على المناخ، يعني المناخ بيتأثر أحيانا بينا إحنا شخصيا، بنكون إحنا الشخص المؤثر عليه. خلينا نعرف برضو مزيد من المعلومات أكتر من دكتور مجدي علام، مستشار ببرنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير دكتور. يعني اللي حاصل دلوقتي انا لسه بقول احنا البشر كمان احيانا بنؤثر على التقلب المناخي اللي احنا عايشين فيه، سواء يعني سواء في مصر سواء في العالم كله، واحنا شايفين CNN بقالها كذا يوم الحقيقه عندها جنون بسبب الجو. يعني هو الحقيقه ما حدث ليس مستغربا، لانه يعني الاجتماعات الدوريه اللي عقدت لاتفاقيه تغير المناخ بمشاركه مصر وعديد من دول العالم كان بيقدم كل سنه تقرير لسكرتاريه الاتفاقيه الدوليه لتغير المناخ حول التطورات اللي بتحصل في هذا الموضوع. كنا بنتوقع او نتمنى انه هذه الظواهر الحاده لتغير المناخ تبتدي تظهر في 2025 2030 الاول، وبعدين قلنا طب 2050، وكان الأمل إنها 2050 تبدأ هذه الظواهر الحادة اللي احنا بنشوف فيها هذا الاختلاف الرهيب جدا بين الأوضاع السابقة من 20 سنة و25 سنة وبين الأوضاع المناخية الحالية. لكن خلاص واضح إن احنا دخلنا في السيناريو بشكل سريع جدا جدا، يعني بدل ما كنا هنقول 2050 قلنا طب 2030 قلنا 2025، لكن واضح انه حصل انقلاب مناخي وليس تغير مناخي، وحصل لانه فصلين بالكامل اختفوا، فصل الربيع وفصل الخريف، وبقى عندنا فصل الشتاء وفصل الصيف، وحتى ده لم يبقى مستقرا. يعني في عز الصيف دي حقيقة يجيلك ايام برد صح، وفي عز الشتاء يجي لك ايام حر، فما حتى السيناريو المستقر على الموسمين ما بقاش موجود. صحيح. فاللي حصل انه نعيش الان حقيقه التغير المناخي. كنا نظن والعلماء والخبراء يتصورون انها نظريه، ثم قلنا لا ده ليها ايفيدنس بيز، يعني ليها شواهد على جديه الظاهره، ثم قسنا الظاهره بحجم غازات الاحتباس الحراري، الغازات اللي هي بتسخن الغلاف الجوي اللي حوالين الكرة الأرضية فيسخن سطح الكرة الأرضية، فأصبحت الكرة الأرضية على ثلاث أفران. الفرن الأولاني هو الزجاج أو الغازات الاحتباس الحراري عاملة طبقة زجاجية فيزيائية تسمح بدخول الأشعة تحت الحمراء التي تسبب الحرارة ولا تسمح بخروجها، هو ده المتغير. كان الأول دي المشكلة لأنه الحرارة لما ما بتخرجش قبل الملوثات كانت بتدخل وتخرج من الغلاف الجوي، لكن دلوقتي بتدخل وتفضل تسخن سطح الكرة الأرضية. وعشان كده احنا لما بنقول زيادة الدرجة 20-50 درجة ونص ما نقصدش درجة الأرصاد الجوية، احنا نقصد درجة سطح الكرة الأرضية. فهذا التسخين اللي حصل عمل آثار رهيبة جدا على استقرار الحالة المناخية أولا، وعلى بدء ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، وعلى ارتفاع مستوى المياه اللي دابت على الجليد فتوصل للمحيط الأطلنطي فتيجي عند البحر المتوسط، يقوم الفلاح بتاعنا في الطوبس وفي كفر الشيخ يلاقي ان المياه
الملح علي وعايز يعالجها، فالحكومة تجري وتعمل تبطين ترع وتعمل شبكات ري علشان تلحق تصلح الموضوع. فمصر دفعت مثلا مشروع 750 مليون دولار تبع وزارة الري عشان تحاول إصلاح آثار تغير المناخ التي لا ذنب لمصر فيها. طبعا. الدول الصناعية نقدر نقول بالبلدي سخنت سطح الكرة الأرضية وسخنت الغلاف الجوي وأحدثت شرخا في الغلاف الجوي من الصعب أن يلتئم، لأن كل أمانينا كخبراء لما قلنا الظواهر دي هتيجي 2050 وتراجعنا قلنا لا دي هتيجي 2030، وآخر تراجع في الاتفاقية في المؤتمر اللي فات قلنا 2025، لا ده الظواهر بادئه معانا في هذا العام بهذه الحدة وهذه الشدة. احنا عندنا الحل الوحيد اللي العالم لازم يعمله هو خفض هذه الانبعاثات. مين اللي بيسبب الانبعاثات؟ ال 20 دولة الصناعية المصانع بقى مثلا، يعني ال 20 دولة الصناعية الكبرى، يعني الاتحاد الاوروبي يكاد يكون هو الكتلة الوحيدة الملتزمة، لكن الولايات المتحدة الامريكية والصين والهند وروسيا وكل دول شغالين انبعاثات بدون توقف. فالمسألة دي عملت خطورة أكتر، إنه عدم التزام الدول الكبرى بخفض الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري جعل المشكلة تتضاعف، جعلها تتضاعف. يعني بدل ما كانت هتيجي 2050 لا هتيجي 2025. يعني النسبة قربت لينا، يعني بقت أقرب وما بعدتش. رغم إن الدول الأفريقية ومصر والدول العربية الشير فيها أو مشاركتها في الانبعاثات لا تكاد تصل إلى يعني 50% من النسب المئوية، لكن بتتكلمي على الصين مسبب رقم ما هو حضرتك علشان إحنا لو بصينا للصين، الصين تعمل ليل نهار دون توقف، مصانع وإنتاج وشركات، فطبيعي جدا ده اللي بيحصل. يعني إحنا بندفع الثمن ده كمان، يعني دول العالم كلها بتدفع الثمن. يعني لا، وعدم الالتزام هو طبعًا. في ثلاث التزامات إحنا اتفقنا عليها في اتفاقيات تغير المناخ. الالتزام الأول إنه يكون في خفض حقيقي للانبعاثات. الالتزام الثاني الدول المتضررة زي أفريقيا وزي مصر وزي الدول العربية يكون ليها صندوق أخضر. الصندوق الأخضر ده يمول مشروعات للحماية من آثار تغير المناخ. دي حقيقة، وهو ده اللي مفروض بجد يا دكتور، إن إحنا يبقى عندنا مشروعات الحماية من انبعاثات ومن تغير المناخ. وزي ما أنتم شايفين إذن هي مسألة كبيرة جدا، يعني مسألة الطقس مش مجرد إنه الشمس طلعت والجو بقى حر والتقلبات المناخية، لكن زي ما قلنا البشر كمان أحيانا هو بيبقى سبب كبير جدا في اللي إحنا بنعيشه. طيب بنشكر كمان دكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب.